لنقاش الأوضاع في الأراضي المحتلة. ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي الفلسطيني علاء الرماوي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. بالتزامن مع تحضير الاحتلال الصهيوني لمخطط لإسكات المآذن في القدس المحتلة، برأيكم ما هي أهداف هذا المخطط لو نضعه في إطاره الزمني؟ نعم، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين، لابد من الإشارة بأن قانون يعني صمت المآذن أو تكبيلها، هذا قانون بدأ الاحتلال بمحاولة تطبيقه على مدينة القدس والداخل الفلسطيني منذ عامين، منذ محاولة الحكومة الصهيونية اليمينية الغلو في مسألة التهويد والسرعة والتسارع في السيطرة على المسجد الأقصى ومحيطه، بالإضافة إلى تغيير طابع المدينة كما أشار تقريركم. الآن الذي يحاول رئيس بلدية القدس هو تطبيق قرار أو استشارة وزارية قدمت والتي جاءت من خلال دفع اليمين الصهيوني لإعطاء سمة لمدينة القدس وأنها مدينة تلمودية. نعم. الآن واضح أن السياق يأتي في ظل ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى تأتي من خلال المصادرة التي تتم في محيط المسجد الأقصى وتوسيع الحدائق التلمودية والتي تحاول أن تغير فضاء المدينة الجغرافي. البعد الآخر وهي النقطة الثانية، محاولة الاحتلال الذهاب إلى تقسيم المسجد الأقصى والذي بدأ زمانيا والآن ينتقل إلى محاولة تقسيم المسجد الأقصى مكانيا، بمعنى السيطرة على ربع مساحات المسجد الأقصى، وهذا يعد خطير في البعد البنيوي. البعد الآخر له في الفضاء الآخر ووفاء الصورة. الاحتلال بدأ عمليا الآن بتهويد شوارع القدس وانتقل إلى مرحلة تهويد فضائها من خلال منع الأذان وقرع أجراس الكنائس، في إشارة إلى أن الجهود الصهيونية اليمينية المتطرفة باتت تعطي طابعا دينيا صهيونيا للمدينة من خلال ما يعرف بالشعائر التي تتم سواء في داخل المسجد الأقصى. في هذا السياق سيد علاء، كيف سينعكس هذا القرار على الأجواء المحتقنة أساسا في مدينة القدس تحديدا، وبرأيكم ما هو الرد المناسب على هذا القرار؟ يعني الاحتلال يعلم جيدا بأن الشعب الفلسطيني لن يسلم مآذنه، ويعلم أيضا بأن منابر المسجد الأقصى ومساجد القدس هي منابر يفديها الشعب الفلسطيني بدمه، وهذا ما خبر الاحتلال عندما تولدت انتفاضتين باسم المسجد الأقصى والقدس. وهذا يعني أن الاحتلال، وكان قد حذر رئيس شرطة الاحتلال قبل 3 أعوام عندما حذر مجتمع الاستيطان والصهاينة وقال لهم إذا ظللتم تضغطون المسلمين في شعائرهم فإننا أمام انفجار قادم. وأنا تقديري بأن الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس وفي الأراضي الفلسطينية تأخذ منحنى من الغضب الكبير والتي تأتي في سياق فعل الاحتلال على الأرض، ومن المتوقع أن تنفجر بشكل كبير في وجه الاحتلال. لذلك ما نقوله، ونحن على الأقل من نعايش الحالة، الاحتلال إذا عبث في عقيدة الأمة فلا يمكن للشعب الفلسطيني أن يصمد، وكل المسارات التاريخية تقول بأن الفلسطيني أقرب للانفجار في حال حاول الاحتلال أن يمسه في عقيدته وفي شرفه. وفقا لوكالة أسوشيتد بريس، فإن سلطات الاحتلال زادت من نشاطها الاستيطاني بدعم من حكومة ترامب. إلى أي مدى يؤثر استمرار الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال في المشهد الفلسطيني، وعلى أي مفاوضات مقبلة؟ يعني الولايات المتحدة هي شريك للاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية واحتلالها، وبناء على ذلك على الأقل ما يرد على الأقل من موازنات مباشرة وغير مباشرة من الاحتلال الصهيوني تشكل تمويليا للاستيطان بما يزيد من 50% في الأرض الفلسطينية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تعطي غطاء للبناء، تمول البناء الاستيطاني، ثم تدعم حركة الاستيطان، ثم تعيد الاعتبار لحالة توأمة ما بين الحركات الصهيونية الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس وفي الأراضي المحتلة مع حركات أمريكية يمينية متطرفة والتي تدعم بشكل مباشر الاستيطان. معنى ذلك بأنه الحديث عن الولايات المتحدة كوسيط في عملية سياسية هذا بات عبثيا، والحديث أصلا على أنه بالإمكان عمل تسوية مع الاحتلال الصهيوني بحكومة اليمينية هذا عبثيا، ومحاولة البعض الفلسطيني أن يرسم صورة بأنها
يمكن أن تكون في المستقبل قريبة لإجراء تفاوض أو خيار سياسي بات مستحيلا. الآن القناعة المجتمعية وفي آخر استطلاعات الرأي تقول بأن المقاومة الفيزيائية الحقيقية هي البديل للعلاقة مع الاحتلال الصهيوني بعد فشل كل أدوات التركيع للشعب الفلسطيني عبر العملية السياسية. الباحث السياسي الفلسطيني علاء الرماوي، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية.